الراديو 90 90، هواها مصر. تيجي نتكلم بقى على حاجه انا بحبها قوي. يلا الاكل. الله، بحب انا الاكل. ايه مأساة والله، مش قادره اقول لك. الواحد عانى في حياته كتير بسبب الموضوع ده. هو ده النسمه الحلوه اللي في الحياه. ما انا بقولهم دي المتعه، عايزين كمان المتعه الوحيده الحلال. خلي حاجه الوحيده، لا حلال من يوم الواحد يتولد. انا عارفه مش فترات لا من يوم ما تتولد على طول كل اللي جعان يوم ياكل عادي. قولي لي ايه الاكله اللي انت لو فتحتي الثلاجه ما لقيتيهاش لازم تنزلي، اللي هو مش راجعه من الشغل تعبانه، فتحتي الثلاجه ما لقيتيهاش، انا نازله اجيب. الرز بقى. ده انت على ودي جنبي. انا لازم اي حاجه جنبها رز على طول. ما اعرفش جابوا بقى العيش والسقسه. لا لازم رز السلسه. طب والمكرونه نظامها ايه معاكي؟ صدقت الرز بحب جدا المكرونه، بس المكرونه ما بحبهاش اللي هي اللي بيتاكل معاها اكل. انما الرز تحسيه ماشي مع اي حاجه، يعني لو معاه فراخ، معاه سلطه، معاه اي حاجه، مع خضار، مع مش عارفه ايه بالظبط. انما المكرونه دي برنسيسه، دي تطلع كده اما تبقى هي مش سنجفه لوحدها. باستا في نفسها يعني، تلاقيها كده بالجبنه، ابنة كده بالبشاميل بالصلصه مش عارفه. وانا جعانه انا كمان تصدقي. طيب هقول لك على حاجه، انت ليكي في السلطه والكلام والاكل اللي هو يقول لك هيلثي ده؟ لا هيلثي بقى ده عارفه بيعمل يتعب السنين لعلمك. تك 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 تقرشي بقى. لكن الرز كده ازلط على جوه على طول. حاجات سلسه كده. انا سمعت ان انت والكشري في منكم معزه قويه جدا. بحب الكشري قوي، ويعمل الواحد قولون كده. قولون بس كل حاجه على الاثنين. بعد ما بيبقى ضرر بس عام، تلاقي الناس كلها قاعده في محل الكشري ساكته. من بيت اليوم اقعدي لوحدك، كلي اقعدي. تخرجي مثلا تبقي داخله الحمام ولا حاجه فيلاقوك عينيك مالك، مفيش ضربه كشري. سيبوني سيبوني في حالي. بس بصي الاكل برضو ليه كده رونق كده. حلويات اخبارها ايه معاكي؟ دايسه بقى. بصي اي حاجه حلوه. احنا الزلابيا بقى وبلح الشام ده قوي. طب الزلابيا اخبارها ايه معاكي؟ سكر ولا عسل ولا نوتيلا والحاجات الغريبه دي؟ الحاجات الجديده دي بقى دايسه فيها قوي. بحب بقى الزلابيا اللي هي بالوايت شوكليت دي. يا خراشي الله، ده احنا بصي والله العظيم يا جماعه الظروف بس هي اللي عايشانا. حد قال لك انك بتتكلمي وانت نايمه قبل كده ولا ما سمعتيش الاخبار كتير؟ بس اما ببقى تعبانه قوي او اما ببقى زعلانه قوي، الحالتين دول ببتدي احكي. حرام عليكم اللي هو انت كل عليا واللي وبضرب. طب احنا بشرناه اهو بس عارف. انت قلتي قبل كده انا شايفه نفسي مايا دياب، فسيبوني كده. ايوه وهيفاء وهبي. انت ما عرفتيش شايفه؟ لا ما عرفت مايا دياب سكت. قلت لك اتناقش معاكي. انت عايزه تتكلمي؟ لا 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 قصدي برضو ان انت يعني، لا انت كمان احلى يعني يا شيمي، يعني عشان هي زميلتي وما تزعلش. مش عايزين برضو مايا تزعل، بس يعني معلش كيربي كيربي يا جماعه لو سمحتوا. مش عايزين هو انا يعني هي مايا نقطه الضعف الوحيده اللي عندها ان هي معظمه شويه، ما عندهاش كيرف. انا بقى اخدت الحلو كله يعني. طب الحمد لله انا كامل لوجه الله. بس طبعا بسم الله ما شاء الله، عشان احنا برضو ايه بنخاف من الحسد.